الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخذ الدرس الثالث، طلاب ثاني ثانوي علمي، الدرس الثالث من الوراثة الغير مندلية اللي هي الصفات المرتبطة بالجنس. هلأ مهم جدا برضو أعرف تعريف ما هي الصفات المرتبطة بالجنس. الصفات المرتبطة بالجنس هي الصفات التي تحمل الليلاتها على الكروموسوم الجنسي اكس، على الكروموسوم او على الكروموسومات الجنسيه اللي هي اكس. كنا بنعرف انه الطراز الكروموسومي الجنسي، او بمعنى اخر انا عندي في الفرد الواحد 46 كروموسوم، هذول موجودين على شكل 23 زوج. في عندي الزوج من رقم 1 الى الرقم 22، هذول ازواج جسمية، في حين الزوج رقم 23 هذا زوج الكروموسومات الجنسي. فالزوج الكروموسومات الجنسي عند الذكر بيكون على شكل XY، هذا زوج الكروموسومات الجنسي عند الذكر في الإنسان، في حين الزوج الجنسي اللي هو الزوج رقم 23 عنده الأنثى XX. هلأ هدول كروموسومات جنسية، كروموسومات جنسية. لو لاحظنا الذكر في الإنسان طراز الكروموسوم الجنسي XY. هلأ الذكر في الإنسان مسؤول عن تحديد الجنس في الإنسان، لأنه يورث أبنائه الكروموسوم الجنسي Y، يعني 2N تنقسم انقسام منصف، تعطيني جاميت ذكري يحتوي على الكروموسوم Y وجاميت ذكري يحتوي على الكروموسوم X. الجاميت الذكري اللي بيحتوي على الكروموسوم Y عند تخصيبه لجاميت أنثوي يحتوي على الكروموسوم X بنتج عندي الفرد الناتج XY، وهو عبارة عن ذكر. إذا الذكر في الإنسان هو الذي يحدد الجنس، لأنه يكون نوعين من الجاميتات، جاميتات تحتوي على الكروموسوم Y وجاميتات تحتوي على الكروموسوم X. في حين الأنثى في الإنسان، الأنثى في الإنسان طرازها الكروموسوم الجنسي XX، وهي تكون بالانقسام المنصف نوعين من الجاميتات، أو نوع واحد من الجاميتات، نوع واحد كلاهما يحتوي على الكروموسوم الجنسي X، يعني جاميتاتها بتكون عبارة عن X. أما الذكر يكون نوعين من الجاميتات، أحدهما يحتوي على الكروموسوم Y والآخر يحتوي على X، عشان هيك بنقول الذكر في الإنسان هو الذي يحدد الجنس. هلأ الصفات المرتبطة بالجنس صفات تحمل جيناتها على الكروموسوم الجنسي X، معناته بما أنه تحمل على الكروموسوم الجنسي X معناته واي لا يحمل سوى القليل من الجينات، واي لا يحمل سوى القليل من الجينات، وعلى الأغلب اللي هي الجينات المسؤولة عن الصفات الذكرية أو جينات الذكورة. مشان هيك يا توجيهي، الذكر في الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس، المرتبطة بالجنس أكثر من الإناث، أكثر من الإناث. ليه؟ لأنه الذكر زي ما حكينا طرازه الكروموسوم الجنسي XY، XY، Y لا يحمل جينات، معناته يكفي وجود جين متنحي واحد على الكروموسوم الجنسي X حتى يصاب الذكر بالأمراض المرتبطة بالجنس. يعني لو كان عندي الجين المتنحي بنرمز له بأي رمز، A small، B small، T small، أنا رمزت له بـ H small، إذا وجد عنده الجين المتنحي هذا يعتبر الذكر مصاب. إذا الذكور في الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الوراثية من الإناث، لأنه يكفي وجود جين متنحي واحد لدى الذكر حتى يكون مصاب بالأمراض الوراثية، يعني يا بيكون مصاب يا إما بيكون سليم بهاي الطريقة. هيك ذكر سليم، هنا سليم وهنا مصاب. كمان مرة، الذكور أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الوراثية من الإناث، لأنه يكفي وجود الليل متنحي واحد لدى الذكر للإصابة بالمرض، لأن الواي زي ما حكينا لا يحمل جينات، لا يوجد الليلات، لا يوجد الليلات
على الكروموسوم واي تقابل الأليل الموجود على إكس، في حين الإناث طرازهم الكروموسوم الجنسي إكس إكس، يعني يجب اجتماع الجينان المتنحيين عند الأنثى حتى تصاب بالمرض المرتبط بالجنس، يعني طرازها الكروموسومي الجنسي للأنثى إكس إكس ممكن تكون سليمة من المرض بصورة نقية بهاي الطريقة، أو ممكن تكون حاملة للمرض، أي أنها غير نقية وهي سليمة حاملة، سليمة حاملة للمرض، سليمة حاملة للمرض يعني موجود عندها جين الإصابة لكن لا تظهر عليها الأمراض، تعتبر سليمة حاملة للمرض لأنها قد تورث هذا الجين، جين الإصابة إلى أبنائها الذكور. لاحظ في الحالتين هذول أنثى سليمة، سليمة بصورة نقية، سليمة حاملة لجين الإصابة، في حالة واحدة تكون فيها الأنثى مصابة بالمرض المرتبط بالجنس إذا اجتمع لديها الجينان أو الأليلان المتنحيان، وهذا الحكي نادر الحدوث، عشان هيك بنقول الذكور في الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالجنس، لأنه يكفي وجود أليل متنحي واحد لدى الذكر، حيث أنه لا يوجد للأليلات المحمولة على X في الذكر أليلات مقابلة لها على Y، أما في الإناث يجب اجتماع زوج الأليلات المتنحي حتى تصاب هاي الأنثى طبعا، وهذا نادر الحدوث. هلأ بدنا نشوف كيف مين اللي توصل للجينات أو للصفات المرتبطة بالجنس اللي هي الصفات المحمولة على الكروموسوم الجنسي. العالم مورغان هو اللي اكتشف انه في جينات محمولة على الكروموسوم الجنسي X. هلأ من خلال إجراء تجاربه على ذبابة الفاكهة، أخذ طبعا في ذبابة الفاكهة درس صفة لون العيون، من خلال دراسته لصفة لون العيون في ذبابة الفاكهة توصل إلى أنه جين لون العيون في ذبابة الفاكهة صفة محمولة جيناتها على الكروموسوم الجنسي X. أخذ ذبابة فاكهة لون عيونها حمراء، أنثى ذبابة فاكهة عيونها حمراء طبعا نقية، معنات كلمة نقية أنه صفة لون العيون الحمراء في ذبابة الفاكهة هي صفة سائدة، صفة سائدة لون العيون الحمراء، زوجها مع ذكر لون عيونه بيضاء أبيض العيون، وصفة لون العيون البيضاء صفة متنحية. طبعا اتوقع النتائج تطلع معاه زي ما طلع مع مندل، إذا بتتذكروا لما أخذ طويل الساق نقي مع قصير الساق، فصفة طول الساق منع الظهور صفة قصر الساق إذا بتتذكروا، لأنه في عندي سيادة تامة. وفعلا بعد ما أجرى التلقيح التجريبي بين أنثى ذبابة فاكهة عيونها حمراء نقية مع ذكر أبيض العيون، طلعت مع أفراد الجيل الأول الإفون جميع أفراد الناتجة كانت عيونها حمراء طبعا ذكور وإناث. أوكي، هلأ أخذ أفراد الجيل الأول مشان يكمل مثل ما عمل مندل يزاوج الأفراد الناتجة، فأخذ أنثى حمراء العيون من أفراد الجيل الأول، زاوجها مع ذكر أحمر العيون برضو من أفراد الجيل الأول، اتوقع أنه تطلع مع النتائج برضو زي ما طلعت مع مندل، طلعت مع أفراد الجيل الثاني الـ F2، أوكي النسبة 3:1، لكن اتفاجأ أنه جميع الإناث كانت حمراء العيون، وجزء أو 25% من الذكور كانت بيضاء العيون، و 25% من الذكور كانت حمراء العيون.
فهون تساءل مورغان ايش معنى انه في بنات، انه في اناث، انه في ذكور، سوري ذكور ظهرت في الافراد كانت لون عيونها بيضاء، ماشي، والاناث، الاناث كانت جميعهم لون عيونهم حمراء. من هون توصل الى انه هاي الصفة لون العيون في ذبابة الفاكهة مرتبطة بالجنس، يعني إلها علاقة بجنس الكائن إن كان أنثى ولا ذكر، يعني مرتبطة بالجنس، إلها علاقة بجنس الكائن، وجينات هاي الصفة محمولة على الكروموسوم الجنسي إكس، مشان هيك طلعت مع النتائج بهاي الطريقة إنه الذكور كان في من بينهم أفراد بيضاء العيون في حين الإناث، ولا أنثى كانت بيضاء العيون، كانوا الإناث كلهم لون عيونهم حمراء. فرجع حكى بما إنه هاي الصفة مرتبطة بالجنس، الطراز الكروموسومي الجنسي لأنثى ذبابة الفاكهة زي الإنسان إكس إكس، ذبابة الفاكهة إحنا وياها بنشبه بعض في الطراز الكروموسومي الجنسي إكس إكس، وجين لون العيون الحمراء محمول على هذا الكروموسوم الجنسي إكس ورمز له بالرمز R كابيتال. الجين محمول على الكروموسوم الجنسي إكس ويحمل الأليل المسؤول عن لون العيون الحمراء، ونعبر عن الأليل ب إكس إكس تحمل R كابيتال لأنه الصفة سائدة رمزنا لها بكابيتال، والأليل محمول على الكروموسوم الجنسي إكس إكس، كروموسوم جنسي يحمل الأليل R، فعندها الإكسان طرازها الكروموسومي الجنسي لذبابة الفاكهة إكس إكس، الإكسان بيحملوا الأليل السائد، عندها الأليل السائد نقي، مع الذكر أبيض العيون. أنا بعرف إنه الطراز الكروموسومي الجنسي للذكر كمان في ذبابة الفاكهة زي الطراز الكروموسومي الجنسي للذكر في الإنسان إكس واي، يحمل الأليل المتنحي، الأليل المتنحي معناته الآر سمول، ما إحنا حكينا إنه الأليل السائد بنرمز له بالحرف الكبير والأليل المتنحي بنرمز له بالحرف الصغير. هلا انقسام منصف، أنا عندي 2N كروموسومين، زوج زوج عدد زوجي، بنقسمه 1N فاصلة بين الجامتات، بنحط فاصلة 1N، هذا الكروموسوم يحمل R كابيتال وهذا الكروموسوم يحمل R كابيتال. هلا الذكر نفس الإشي، زوج من الكروموسومات بصير فردي 1N تحمل R سمول، والواي لا يحمل جينات زي ما حكينا قبل في الحصة الماضية، أو زي ما هو متعارف عليه إنه واي لا يحمل إلا جينات، عدد قليل من الجينات اللي هي على الأغلب جينات الذكورة. هلا لو بدي أعمل أنا مربع بنت، أوكي، هلا لو إجيت بدي أرسم مربع بنت مشان أطلع أفراد الجيل الأول، عندي هنا جامتات الذكر بهذا الخط، عندي جامتات الذكر، عندي هاي جاميت إكس يحمل الجين المتنحي أو الأليل المتنحي R، والواي. هلأ الأنثى عندها جاميتين لكن نفس الطراز، باخد واحد إكس يحمل الـ R كابيتال الأليل السائد. هلأ 1N مع 1N 2، هلأ 1N 1N بصير عندي 2N، هاي تحمل الأليل السائد وهاي تحمل الأليل المتنحي. لاحظ الليل من الأب، من الأم سوري، الليل من الأم هيو محمول على إكس، والليل من الأب هيو محمول على إكس. هلأ 1N جاميت يحتوي على واي مع 1N راح يصير عندي 2N، ماشي. الأليل الجين اللي الجاميت اللي من الأب لا يحمل جينات أو لا يحمل أليلات، في حين الجاميت اللي من الأم هاي يحمل الأليل السائد R كابيتال، وبناء عليه بنلاحظ أنثى حمراء العيون هاد يسود الأليل السائد، يسود على الأليل المتنحي، أنثى حمراء العيون، ذكر أحمر العيون، ذكر أحمر العيون، جميع الأفراد كانت في أفراد الجيل الأول حمراء العيون. هلا أخذ أفراد الجيل الأول كمل زي ما عمل مندل، زاوج الأفراد الجيل الأول مع بعض، عندي أنثى حمراء العيون، حمراء العيون هيها إكس إكس طرازها الكروموسومي الجنسي وحمراء العيون، لكن لاحظوا حمراء العيون غير
نقية غير نقية، يعني زوج الأليلات المحمول على الكروموسومات الجنسية غير نقي، غير نقي أو غير متماثل زوج الأليلات مع الذكر أحمر العيون إكس واي آر كابيتال أحمر العيون يحمل الأليل السائد. هلأ لو طلعنا هاي طبعا زي ما يعني مراجعة بسرعة، هذا طراز شكلي للأبوين أنثى حمراء العيون ذكر أحمر العيون، هذا طراز جيني للأبوين الأنثى طرازها الجيني XXR capital R small، الذكر طرازه الجيني XYR capital. هلأ الطراز الجيني للجاميتات، الجاميتات راح يكون عندي انقسام منصف 2N راح ينقسموا ل 1N 1N نحط بينهم فاصلة، هذا الكروموسوم يحمل الأليل السائد وهذا الكروموسوم يحمل الأليل المتنحي، مع برضو جاميتات الأب اللي هو الذكر راح يكون عندي 2N راح ينقسموا 1N فاصلة 1N، هذا الكروموسوم X يحمل أليل سائد، الكروموسوم Y لا يحمل أليلات. لو بدي أعمل مربع بنت، تمام عندي مربع بنت، هون بدنا نحط جاميتات الذكر، هاي الذكر عنده جاميت وجاميت 1N 1N، وهي الأنثى جاميت وجاميت. اوكي هلا 1N مع 1N راح تعطيني 2N R capital R capital، 1N مع 1N 2N R capital، 1N مع 1N 2N R capital R small، 1N مع 1N X Y R small. لاحظ الأفراد الناتجة، أفراد الجيل الثاني كان عندي XX R capital R capital أنثى حمراء العيون، XX R capital R small برضو أنثى حمراء العيون، في حين الذكور XY R capital ذكور ذكر أحمر العيون و XY R small ذكر أبيض العيون. هلأ هنا الذكور في عندي 25% منهم أحمر العيون، 25% منهم أبيض العيون، في حين جميع الإناث كانت اللي هم 100% من الإناث كانت حمراء العيون. وبهذا الكلام توصل مورغان إلى أنه صفة لون العيون في ذبابة الفاكهة صفة مرتبطة بالجنس، يعني تحمل الليلاتها على الكروموسوم الجنسي X. هلأ لو رجعنا للكتاب الصفات المرتبطة بالجنس، زي ما حكينا انه الذكر في الانسان هو الذي يحدد الجنس لانه هو ينتج نوعان من الجاميتات. طبعا كل الكلام اللي مذكور هون موجود عندكم بالملخص، يا ريت ترجعوا يا توجيهي للملخص اللي بين ايديكم لانه انا عملته شامل لكل الحكي اللي انحكى وانشرح واللي موجود في كتابك على شكل سؤال وجواب. هلا في عندي هاي اول تجربه عملها مورغان، اخذ ذكر ابيض مع انثى حمراء، لاحظ طلعت عنده جميع افراد الجيل الاول كانت حمراء العيون، ذكر احمر العيون، انثى حمراء العيون. في عندي هون كيف فسر في الكتاب، كيف فسر مورغان هذه النتائج اللي هي نتائج لما زاوج افراد الجيل الاول وطلعت معه افراد الجيل الثاني، لاحظ عندي 25% ذكور حمراء العيون و25% ذكور ذكور سوري 25% ذكر ابيض العيون، وعندي 25% او ربعهم 1 على 4 ذكر احمر العيون انثى حمراء العيون، جميع الاناث كانت حمراء في حين الذكور نصهم اللي هو نص النص ربع كان ذكر احمر وذكر ابيض. كيف فسر هذه النتائج؟ ممكن يجيب لك سؤال في الوزارة انه عند تلقيح افراد الجيل الاول ظهرت النتائج عند مورغان بهذه الطريقة، كيف فسر مورغان هذه النتائج؟ فسرها على انه جين صفة لون العيون في ذبابة الفاكهة يحمل على الكروموسوم الجنسي X. كم الليل يلزم لظهور صفة العينين البيضاويين عند الذكر؟ الليل واحد، الليل واحد. ليه؟ لأن طراز الكروموسوم الجنسي للذكر XY معناته يكفي وجود الليل متنحي واحد حتى تظهر عنده لون العيون البيضاء، في حين الأنثى يجب اجتماع الليلين المتنحيين R small R small حتى تظهر عندها لون العيون البيضاء، وهذا الحكي في مقدمة الدرس شرحناه. هلأ في عندي استنتج مورغان أن جين صفة لون العيون في ذبابة الفاكهة يحمل على الكروموسوم الجنسي X،
ولهذا فقد يحمل الكروموسوم الجنسي إكس أليل صفة سائد ويعبر عنه بإكس آر كابيتال، وأليل متناحي يعبر عنه بإكس آر سمول. طبعا في عندي من الأمثلة الأخرى على الصفات التي تحمل على الكروموسوم الجنسي إكس في الإنسان، هاي الصفات مرتبطة بالجنس في الإنسان. من الأمثلة عليها مرض نزف الدم، وفي عندي مرض عمى الألوان. هدول أمراض مرتبطة بالجنس عند الإنسان. إذا صار عندي ثلاثة أمثلة على الصفات المرتبطة بالجنس التي تحمل أليلاتها على كروموسوم الجنس إكس، اللي هي لون العيون في ذبابة الفاكهة. لون العيون في ذبابة الفاكهة طبعا كله مكتوب عندك في الملخص اللي بين إيديكم، واللي ما عنده الملخص يكتب الملاحظات اللي أنا بحكيها. لون العيون في ذبابة الفاكهة، وفي عندي مرض نزف الدم، ومرض عمى الألوان في الإنسان. هدول عبارة عن صفات تحمل أليلاتها على الكروموسوم الجنسي إكس. أي علل بخص لون العيون في ذبابة الفاكهة، نزف الدم، عمى الألوان، الإجابة رح تكون لأنها صفة مرتبطة بالجنس تحمل أليلاتها على كروموسوم الجنسي إكس. هاي أولا. تاني إشي بالنسبة للصفات المرتبطة بالجنس المحمولة أليلاتها على الكروموسوم الجنسي إكس، أي علل إنه يكفي أو الذكور في ذبابة الفاكهة أو الذكور في الإنسان أو الذكور بالنسبة لنصف الدم في عمل الألوان، الذكور أكثر عرضة للإصابة بهاي الأمراض لأن الذكر يكفي وجود الليل متنحي واحد على كروموسوم الجنسي إكس حتى يصاب في بالمرض، حيث أن واي لا يحمل الليلات. هاي بالنسبة لجميع الأسئلة اللي بتيجي في الوزارة على هذا الدرس موجودة في الملخص اللي معكم يا شباب، وأي حدا ما عنده الملخص يحاول يبعث لي على الخاص عشان أحلل الإشكال. هلأ نيجي لعامل لي هون أمثلة بالنسبة للصفات المرتبطة بالجنس في الإنسان. مثلا على نزف الدم في عندي حالات، الحالة ألف في كتابك، على فرض إنه هون الذكر مصاب، هاي يحمل الأليل المتنحي، الأنثى سليمة نقية تحمل زوج الأليلات السائد، سليمة نقية أو متماثلة الأليلات. الأفراد الناتجة بتكون إذا كان الأب مصاب والأم سليمة نقية بصورة نقية، الأفراد الناتجة بيكون عند الإناث جميعهم سليمات لكن حاملات لقليل الإصابة، هيهم وقد تورث هذا القليل لأبنائها الذكور، في حين جميع الذكور بيكونوا سليمين بصورة سليمين يحملون القليل السائد. ليه؟ لأنه الأم سليمة بصورة نقية، فالأم تورث القليل لأبنائها الذكور، الأم تورث القليل أو الجين لأبنائها الذكور، في حين الأب يورث الأليل المتنحي أو قليل الإصابة لبناته الإناث. تمام؟ هلأ الحالة الثانية، هلأ الأب سليم، الأب سليم يحمل القليل السائد، الأم حاملة لقليل المرض لكنها سليمة. هنا نطلق على الأم التي تحمل قليل الإصابة، ماشي، أم سليمة لكنها حاملة لقليل الإصابة، سليمة لا تظهر عليها الأعراض، حاملة لقليل الإصابة. هلأ إذا كانت الأم حاملة للقليل والأب غير مصاب، غير مصاب يعني يحمل القليل السائد، الأم حاملة للقليل المتنحي الذي يسبب الإصابة. لاحظ الأفراد الناتجة، الإناث سليمات، سليمات لكن 25% منهم أو ربعهم اللي هي نص النص، أنا بعرف إنه نص المواليد نصهم إناث ونصهم ذكور، نص الإناث نص المواليد إناث والنص الثاني ذكور. هلأ نص جميع الإناث هون سليمات لكن نصهم اللي هو ربعهم أو 25% أو واحد على أربعة منهم سليم بصورة نقية، وواحد على أربعة منهم أو 25% أو نص النص بيكون حامل لقليل الإصابة، في حين الذكور عندي الذكور بيكون 25% منهم أو واحد على واحد على أربعة أو نص النص، واحد على أربعة بيكون منهم سليم، واحد على أربعة أو 25% من الذكور مصابين إذا كان الأب
سليم والأم حاملة لقليل الإصابة. لاحظ الأم تورث أبنائها الذكور قليل الإصابة، يعني هذا الذكر أخذ القليل هذا من أمه وهذا الذكر أخذ القليل من أمه، في حين الذكر يورث بناته الإناث القليل إذا كان مصاب أو غير مصاب. لاحظ بهاي الطريقة. هلأ نيجي على الحالة جيم. الحالة جيم إذا كان الأب مصاب والأم حاملة للقليل، الأم حاملة لقليل الإصابة. هلأ الأفراد الناتجين، أنثى حاملة لقليل الإصابة من وين أخذته؟ من أبوها. إذن الأب بيورث بناته الإناث قليل الإصابة. هلأ ذكر سليم، من وين أخذ الجين السليم؟ من أمه. إذن الأنثى الأم تورث أبنائها الذكور قليل القليلات، تورث أبنائها الذكور القليلات، والأب يورث بناته الإناث القليل، يعني قليل المرض هاد المتنحي للبنت هاي إجا من أبوها، والقليل الثاني واحد من أمها واحد من أبوها. هلأ الأصل في هاي الفكرة إنه الأب يورث بناته قليل الإصابة أو عدم الإصابة. ليه؟ لأنه الأب يورث أبناء الذكور فقط لكروموسوم واي، وهو لا يحمل قليلات. عشان هيك إذا كان الذكر سليم أو إذا كان الذكر مصاب، القليل جاي من أمه، يورث من الأم. إذن الأم هي التي تورث أبنائها الذكور قليلات الإصابة، لأنه الأب لا يورث أبناء الذكور سوى الكروموسوم واي وهو لا يحمل قليلات. هلا لو اجينا على الصفحة اللي بعديها، كم قليل يلزم لظهور مرض نزف الدم عند الأم عند الأنثى؟ طبعا أكيد قليلين زي ما حكينا من قبل. لماذا لا يورث الأب المصاب قليل الإصابة لأبناء الذكور؟ لأنه الأب يورث أبناء الذكور لكروموسوم واي وهو لا يحمل قليلات، تمام. وهذا الحكي يطلق على الأنثى غير متماثلة القليلات H مثلا زي هيك، غير متماثلة التي تحمل على أحد كروموسوماتها الجنسية بالأم الحاملة لقليل المرض. هذا الحكي كله موجود عندكم في الملخص. في عندي توجد في الطيور صفات مرتبطة بالجنس كمان، غير أن الطراز الكروموسوم الجنسي لذكور الطيور لذكر الطيور هو الذي يكون متماثل، يعني ذكر الطيور الذكر في الطيور بيكون XX، والأنثى في الطيور تكون XY بعكسنا إحنا، تمام بعكسنا إحنا. عشان هيك الأنثى في الطيور، الأنثى هيها في الطيور هي التي تحدد الجنس، لأنها تورث أبنائها الذكور الكروموسوم واي زي ما في الإنسان. هلأ هيك بكفي شرح للصفات المرتبطة بالجنس. إن شاء الله الحصة الجاي راح تكون حصة حل أسئلة على هذا الدرس، ويعطيكم العافية.